أهلا بكم مشاهدينا إلى هذا العدد من أس نيوز. نظم أمن ولاية الصطيف جلسة شاي على شرف الأسرة الإعلامية المحلية، وذلك تثمينا لجهودهم في اليوم العالمي لحرية الصحافة. نتابع بعض من آراء الصحفيين حول هذه الجلسة. بهذه المناسبة أتمنى عام سعيد لكل الأسرة الإعلامية، لكل محترفي هذه المهنة المخلصين خاصة منهم، لأن الإعلام رسالة، الإعلام هدفه بناء مجتمع قوي وناضج. وإن شاء الله كل عام والأسرة الإعلامية بألف خير، مزيد من المكتسبات، مزيد من الحريات، ومزيد كذلك من العطاءات لهذه الأسرة أو من هذه الأسرة لهذا المجتمع. الشيء اللي حاب يعني ما ننساش برك هم الأصدقاء تاعي لي يعني ضحوا من أجل هذه المهنة، هذه ما نذكرهمش لأنهم راهم كثير بزاف، ولكن يجعلهم ربي من الشهداء، ونتمنى إن شاء الله المزيد من الخير للبلاد هذه. مرضى السرطان بمستشفى الباز يطالبون بالتدخل العاجل لإصلاح عطب أصاب جهاز الراديوثيرابي وأجهزة أخرى، مما أدى إلى تعطيل في مواعيد جلسات العلاج بالأشعة. فقدت الجزائر هذا الأسبوع الفنان الكوميدي القدير بلحة بن زيان أو المعروف بالنوري، الشخصية الأكثر جماهيرية خلال برامج شهر رمضان، والأثر كان عميقا لدى الجمهور، حيث تزامنت لحظة وفاته بلقطة وفاته خلال سلسلة عاشور العاشر رحمة الله عليها. نتابع رأي الشارع الصيفي حول هذه الشخصية الفنية. اللقطة هذيك تاع ابن عمي، هذه هي البيجي، هذه هي اللقطة اللي ضحكني أنا بزاف. ثم الدار كامل يشيو، ثم دار كامل يشيو، حزنوا أنا في الدار حزنوا صح كيما تنوري. يعني خارج الميدان السينمائي ولا المسرحي هو بطبيعة عنده قلب كبير وحنين ويعاون وعنده ابتسامة في وجه جميع تخطيه، هذه اللي خلت الجمهور يعني يحبه بزاف. بلاحة أنا نقول لك نحترمه ونقدره، ومن أكبر الفنانين ومن أكبر الممثلين، الله يرحمه ويسع عليه. ضربك هذه نخبطها برقدام مرقو مرقو. إلى هنا نهاية هذا العدد من أس نيوز. تابعونا على صفحاتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. في أمان الله.